طبعا عندنا ابطال مصريين في السوم، دي حقيقة. يعني كانت حاجه ما تخطرش على بال في وقت من الاوقات، فحاجه كويسه. احنا دايما بنتكلم ونقول ان النجاح والسيطره والهيمنه المصريه في عالم الاسكواش عايزينها يعني تستنسخ في كل الالعاب الرياضيه المختلفه، واحنا الحقيقه عندنا مقومات كتير تساعد على هذا الامر وماشيين في الطريق. يعني احنا ما فيش حلقه تقريبا بتعدي من البرنامج غير لما بنتكلم مع حضراتكم في انجاز ما حققه ابطالنا في رياضه من الرياضات، فحاجه رائعه جدا. وعلى ذكر النجاحات وعلى ذكر الابطال اللي مشرفينا، عايزين برضو نعرفكم ان انطلقت مؤخرا بطوله العالم لرفع الاثقال البارالمبي، والحقيقه كالعاده أبنائنا المصريين مسيطرين على الميداليات من اليوم الأول في هذه المنافسة، وتخطينا حتى هذه اللحظة 24 ميدالية. عموما خلونا يعني نتعرف على تفاصيل أكتر ومعلومات أكتر عن المشاركين في هذه البطولة من خلال هذا التقرير، تابعوا معنا. اتشرفت مصر ان هي اللي تنظمها ونعملها، وديت محطة من محطات التأهل لباريس 24. واحنا عندنا يعني فريقنا فريق مميز جدا جدا، يعني ابطال العالم كلهم من عندنا من مصر. مصر مشاركة ب 33 لاعب، 21 لاعب و 12 لاعبة. استعدوا استعداد تام لان احنا نكون البطوله عندنا، ونامل ان احنا نحصل على كاس البطوله. طالما احنا تشرفنا ان احنا اللي ننظم البطوله هنا، فبنتمنى ان احنا اللي نحصل على المركز الاول وناخد كاس البطوله، فديت يعني شرف لمصر كله. يعني رفع الاثقال بالنسبه للرياضه البارالمبيه هي العمود الفقري زي ما بيقولوا، هي والعاب القوى. رفع الاثقال حققت في ال 184 ميداليه اللي حققتهم مصر في تاريخ الدورات البارالمبيه الدوليه، حققت حوالي 48% من اجمالي هذه الميداليات. عندنا اساطير واساطين للعب على مستوى العالم في رفع الاثقال، عندنا حكام متميزين، عندنا بنيه اساسيه وبنيه تحتيه غير عاديه موجوده دلوقتي، يمكن حضراتكم شفتوها. قادرين ان احنا ننظم اي بطوله في اي وقت. في ظل الاحداث الموجوده حول في المنطقه، كون النهارده ان يبقى في 12 او 13 دوله بيشاركوا من دول اوروبا ومن كافه المناطق، ده يعتبر حاجه كويسه بالنسبه لمصر. يعني اللجنه البارالمبيه بصراحه اتاحت فرصه لقاعده عريضه من اللعيبه علشان ان هم يشاركوا وان هم يتاهلوا. باذن الله الفرصه كبيره ومتاحه لكل الناس، ومصر كمان من خلال اللجنه البارالمبيه عملت بروتوكول مع الاي بي سي ان من هنا لحد سنه 28 كل سنه في بطوله دوليه، وبطوله العالم اللي جايه في سنه 25 موجوده برضو في مصر، فده متاح الفرصه ان القاعده ترجع اكبر من الاول، لان الفتره الاخيره للاسف في العهود السابقه كانت رفع اثقال ابتدت ان هي يعني يقل اسمها شويه بره، لكن بصراحه من ساعه ما جه دكتور حسام وهو رجعنا على الساحه بالجهاز المعاون معاه في اللجنه البارالمبيه، كابتن عماد رمضان عامل شغل كبير قوي. بالنسبه لموضوع السبونسر، يعني احنا الحمد لله منقولين نقله دوليه جميله جدا، اتمنى ان شاء الله انها تظهر على ارض الواقع بارقام وميداليات، وان شاء الله انتوا دايما متابعينا. النهارده طبعا دي بطوله كاس العالم بتتلعب على ارض مصر، والحمد لله بفضل من ربنا احنا عندنا منتخب مصر في طبعا مربعين ما شاء الله مستوى عالي جدا، ومعنا جهاز محترم، فبعون الله باذن الله رب العالمين بدون ما طلعنا في اول يوم احنا هنعمل ميداليات، وبفضل ربنا باذن الله هنبقى اول البطوله باذن الله. هو باذن الله احنا عندنا يعني مستويات كويسه جدا، وبفضل من ربنا احنا بنتمنى ان احنا طبعا ننافس على ميداليات كما تعودنا من فريق رفع الاثقال اللجنه البارالمبيه، طبعا على مستوى العالم كله له اسم كبير. الحمد لله هي البطوله بتتنظم على اعلى مستوى، يعني ممكن نكون احنا عدينا مراحل التنظيم خارج البلاد كمان، يعني الحمد لله. والوزارة واللجنة البارالمبية والاتحاد المصري واللجنة الأولمبية في اهتمام غير عادي لينا في ذوي الهمم، ودينا شايفين على أرض الواقع البطولة عالمية جدا، يعني الحمد لله. هو اللي مؤهل لباريس بيبقى بياخد على خطوات على بطولات أعلى من كده، يعني في بطولات من ورا وبطولات قدام تاني، فاللي غير مؤهل احنا بنلعب الماتشات عادي، يعني منين ما بنطلع في المنتخب بنلعب اي ماتش بيقابلنا الحمد لله رب العالمين.